والقوى السياسيه في نوع من الملحمه كده، في نوع من الالتفاف، مش الالتفاف عكس، لا الالتفاف في نوع من الدفء كده، في نوع من الاحتضان للقرارات المصريه اللي من 7 اكتوبر لحد دلوقتي. وده كلام برضو مش محتاج تفسير، لانه واضح جدا ان الاحزاب موجوده في الامر، وواضح جدا انه في فكر مشترك ما بين الاحزاب وما بين القياده السياسيه، وده قلما نجده. يمكن كان موجود في 30 يونيو 2013 وده اللي شفناه في هذه الايام بعد كل الاجراءات اللي عملتها القياده السياسيه لحد النهارده. سياده النائب تيسير مطر رئيس حزب الجيل والامين العام لتحالف الاحزاب والسياسي، او لتحالف الاحزاب السياسيه. برحب بيك يا سياده النائب وبشكرك على وجودك معانا، اهلا بيك. اهلا بسيادتك جابر بيه اللي احنا كلنا بنحبه وبنقدره. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. يعني زمايلي كنا بنتكلم قبل الهوا فقالوا لي لا ده في جديد وجديد ممكن يتقال من جانب الاحزاب في اطار القرارات او في اطار المواقف اللي والجهود اللي بتعملها الدوله المصريه في هذا الامر. اتفضل يا فندم. الاحزاب المصريه، تحالف الاحزاب المصريه اللي بيضم 42 حزب، حزب اراده جيل احد اعضاء تحالف الاحزاب المصريه. تمام. السياسيين، النواب، كلنا الحقيقه بنقف بكل اجلال وتقدير وتحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته اللي بياخدها، وعلى انه بيسلك صدورنا تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه اهالينا في غزه. الحقيقه امبارح كمان في المؤتمر في استاد القاهره الخاص بغزه شفنا قراره بانه اعطى اشاره للقوافل انها تتحرك. تمام. خلي بال سيادتك بقى يا جابر، هل امبارح لما سياده الرئيس ادى قرار بتحرك القوافل كانت الهدنه بدات؟ لسه. ولا ما كانتش لسه بدات؟ هتبدا النهارده. لكن كان عنده الرؤيه والقدره والشجاعه انه يطلق هذه القوافل ويعلم انه قادر على انه يحميها، وانه هيستمع لي العالم، هيستمع لي، وان الناس هتتقبل سير قوافل قبل الاعلان الهدنه. ده دليل على قوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوه مصر المتمثله في شخصه، رؤيته وبعد نظره واحترام العالم ليه، لدرجه ان القوافل اتحركت قبل ما الهدنه تبدا. النقطه الثانيه ان السيد الرئيس، وانا بقولها وكمصري منحاز ليه تماما، السيد الرئيس هو الذي استطاع ان يضع هذه الهدنه على الخط الصحيح، وانه يجبر الجيش الاسرائيلي بقبولها بالتعاون بقى مع الغير او بعد غير التعاون مع الغير. انا يعني رئيس دولتي، انا الرئيس له قدره، له احترام وسط العالم، له احترام مع الجميع، الجميع استمع الى رايه لانه رايه لصالح الانسانيه. طب سياده النائب، الكلام في الحته دي في بعض الاصوات الزاعقه، معروفه وزاعقه في نفس الوقت، كل ما يحصل اي حاجه هو انتوا فين؟ هو مصر فين؟ هو حضرتك تقول ايه للاصوات دي؟ اقول زي ما حضرتك قلت، اصوات زاعقه ليس لها من سلطان. مصر فين ايه؟ مصر هي اللي شالت الموضوع، مصر هي اللي اول يوم من الايام السيد الرئيس قال بكل وضوح لا قبول لنسح الفلسطينيين والخروج القسري. وامبارح وخط احمر، امبارح قال خط احمر، الخطوط الحمراء اللي اعلنها امبارح في ده في كلام الترجمة. دليل على انه مصر موجوده، المعبر اللي مفتوح باستمرار، المساعدات اللي راحت اللي بتمثل، وسيادته توضح امبارح بتمثل 80% من المساعدات اللي راحت. لا ده احنا اللي عايزين نقول بقى اين الباقي. احنا اللي عايزين نقول فين الباقي. احنا اللي عايزين نقول فين الناس اللي هي بتتكلم وتصدق اللي بيقول الكلام ده. انت عملت ايه؟ احنا عايزين نقول له انت عملت ايه. لا مصر عملت، مصر وقفت، مصر ساعدت، مصر بتساعد كل يوم. الرئيس عبد الفتاح السيسي اثبت بكل قوه حب الوطن العربي بالكامل، ان الوطن العربي بالكامل، وان مصر هي بوابه الامن والامان للوطن العربي بالكامل، مش لمصر فقط ولا لفلسطين فقط. وفي نفس الوقت اتعمل حساب كبير قوي لموقف مصر، ويعلموا ان موقف مصر واضح
وصريح وقادرة بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتها الحكيمة وجيشها القوي إنها تحافظ على الوطن المصري أولا، وإنها بتدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية. ويمكن الرئيس هو الوحيد، أنا أقولها بصراحة كده وبكلمة بساطة، هو الوحيد اللي بيحس بالإنسانية، بيحس فيه بالإنسانية تجاه الأطفال اللي بتموت، تجاه الناس اللي بتضرب، تجاه البيوت اللي بتضرب. وبنشوف تعبيرات وجهه في لما شاف اللقطات وبيتابع لنفسه الكلام ده. لا، احنا معانا رئيس بيحب الإنسانية أولا. وعايز أقول لحضرتك على حاج جابر بدو اسمح لي، في الحملة الانتخابية بتاعت سيادة الرئيس إدى تعليمات أو قرار أو طلب من الحملة الرسمية أن كل أي حد بيعمل إعلانات أو وتحول الفلوس لمين؟ تمام، للفلسطينيين. فإذا هو الرئيس الإنسان، الرئيس الإنسان اللي بيحافظ على الإنسانية وبيخاف وبيبقى زعلان على الطفل اللي بيموت، اللي هو بيسأل الناس أنا بموت ليه؟ أنا عملت إيه عشان أموت؟ ويمكن الطفل ده لا في دماغه القضية الفلسطينية، عايز يلعب وعايز يكبر وعايز يعيش. تمام. وبعد تمام. كده يبتدي يفكر على القضية الفلسطينية. تمام يا فندم. سيادة النائب أنا بشكر حضرتك شكر جزيل، سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لائتلاف الأحزاب المصرية.